اكتر واحد استفاد في الست شهور الاخيره مين؟ اخر ست شهور في الاهلي كهربا. كهربا بصراحه. كهربا صح. اني عارف كهربا بطل الدور الثاني. لا فعلا على كلامك. قيس النجاعه الهجوميه عند الاهلي قبل كهربا وبعد كهربا. كهربا حللك فعلا ازمه او حلق يعني جزء كبير من ازمه المهاجم الصريح عندك. اتحلت بعوده كهربا. افتكر كان من ساعه اعتقد ماتش اسوان لما الاهلي كان بيلعب اسوان في اسوان. المباراه دي كهربا جاب فيها جونين. كان لسه راجع من الاهلي من السودان وراح على اسوان بالظبط. وكهربا لعب الماتش وجاب جونين. انا فاكر. وبعد كده في الزمالك جاب اول ماتش ضد الزمالك جاب الهدف. وبعد كده بدات الدنيا. وخلي بالك برده وجود كهربا والنجاعه اللي عنده بدات تروح لمحمد شريفي. كان عنده مشكله قبل الدور الثاني. يعني في الدور الاول محمد شريف وشادي حسين كان عندهم ازمه كبيره في مساله التهديف. ولو تخلي تفتكر كان ساعتها كولر بيقعد يعمل روتيشن ما بينهم، شويه شادي حسين شويه محمد شريف. ده بيغلط دخول كهربا فوق الدنيا وبدا يخلي حتى محمد شريف في الدور الثاني افضل بكتير من الدور الاول. طيب اخر حاجه واحنا بنختم، افضل لاعب في الاهلي السنه دي؟ سؤال مفاجئ والله. سؤال صعب. انا كريم سعيد هديها لمين؟ انا هديها لبيرسيتاو. افضل لاعب في الاهلي. انا هديها لبيرسيتاو بصراحه. كلمه اخيره في موسم كريم، الف مبروك للنادي الاهلي كل الانجازات دي. الف مليون مبروك. السعاده لجماهير الاهلي اللي صبرت خصوصا. وبفكركم افتكروا ربما يكون ربنا سبحانه وتعالى اداكم كل الفرحه دي، لان ساعه الخمسة اتنين بتاعه سان داونز ما حدش فرط العقد. في سان داونز تم التعامل مع الكارثه دي بحكمه، سواء من حيث الاداره او من حيث الجماهير. كان اسهل قرار ساعتها شيل مارسيل كولر وطير الجهاز الفني الثاني خماسيه ناخدها، وفي ناس اشتركت في الخماسيه مع بعض وقال لك مشوه خالص. كان ممكن. لكن كان في حكمه. طبعا كان في بعض العصبيه اكيد من بعض، بس الاغلبيه الدنيا هديت بعدها. كان على السوشيال ميديا كانت هاديه وتم الصبر، وكنا شايفين مارسيل كولر عنده حاجه حلوه بعديها. اول ما انت صبرت في الفتره دي وتعقلت الامور، ربنا سبحانه وتعالى برضو خلي بالك ساعدك في ايه؟ في لحظه اطهر الطاهر. ما اطهر الطاهر ما كانتش في ايدك، جت من عند ربنا. وبعد اطهر الطاهر الدنيا طبعا اعتقد هرجع انا بس قبليك شويه كام شهر، وانا اعتبر ان اللحظه الحاسمه اللي خلت الاهلي السنه دي حقق كل شيء يوم ما خسر الفاينل من الوداد بفعل فاعل. وقتها الاهلي لغايه النهارده كسب كل حاجه والوداد خسر كل حاجه. الوداد يعني بصراحه وضع صعب بالظبط كده. ربنا يكون في عونك.